هدفنا جدا واضح، مجتمعنا وايد أقوى. بيوتنا الحين صارت هي مدارسنا وملاعبنا ومكاتبنا، وشهر رمضان هاي السنة غير. صحيح والوقت اللي بنجدد فيه إيماننا ونستعيد طاقتنا، بس الحياة ما راح توقف. ومثل هذه الأوقات وهذه وهذه هي اللي خلت رمضان هالوقت مختلف عن قبل، وإن شاء الله وقت العيد بيكون أحلى. عيد مبارك. عيد مبارك. عيدكم مبارك.